طب أستاذ عبد القادر، إذا لا مجال للحديث عما ذكره البعض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أن هذا الخلاف سيؤدي إلى قيام فلاديمير بوتين بقتل قائد ميليشيا فاغنر في الأيام المقبلة؟ ليس بالضرورة، لكن كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن رؤساء الدول وبعض أجهزة المخابرات عندما تنتفي الحاجة بشخص ولم يعد قادرا على خدمتها ممكن أن يدبرون عملية اغتيال للخلاص من أسراره. يعني ليس بالضرورة أيضا أن هذا الشخص ربما هو عدو حقيقي وبالتالي ينبغي تصفيته. لو كان هذا السيناريو مطروح لتم تصفيته أثناء دخوله بميليشياته إلى داخل روسيا، كانت هناك حجة قوية من رئيس بوتين بتصفية هذا الشخص باعتباره قائد انقلاب وبالتالي هو يريد لحرب أهلية داخل روسيا. كان في ذلك الوقت وفي ذلك الساعات أمرا متقبلا عالميا وفي الداخل الروسي، بس يزيد من قوة بوتين، لكن لأنه لم يقدم على قتله فهو خدمه. أتوقع أنه هذا الشخص ربما بحسب علاقته وبحسب مكانته داخل أجهزة المخابرات وداخل قرار بوتين الأمني، إذا تم الانتفاء منه والخوف من أنه سيدلي بمعلومات وتفاصيل وأسرار سيتم التخلص منه، وإذا هو مضمون لديهم سيتم حقيقة وضعه في مكان آمن لبقية حياته.